اي جرح من جرح في المنطقه بده يكون بدم برقبتك سمعت المفتي. لم يكتفي عبد الرحيم مراد بمسلسل الفساد المتهم فيه، ولم يفلح معه الاستقواء بسلاح حزب الله داخل جامعته، فوصلت به الأمور إلى حد التطاول والتهجم على مفتي البقاع الشيخ خليل الميس بعد أن كان استخف برجال الدين ومكانتهم، ومن خبر لعبة الفساد وضع نفسه بمقام الآلهة قائلا كما للكعبة رب يحميها نحن رب هذه المؤسسات. نحن بنقول انه ما راح نسمح ابدا يتم التعاطي بالسياسي، لانه بالسياسي بده ياسر ولا يعمل مشاكل. قلت له سمعت المفتي، قلت له اي جرح من جرح في المنطقه بده يكون بدم برقبتك سمعت المفتي. نحن للكعبه رب يحميها، لكن نحن رب الابل، نحن رب هذه المؤسسات، ولن نسمح لاي صيغه من الصيغ لن نسمح لاحد ان يمسها، وهي لازم تكون معروفة بكل وضوح وبكل شيء اسمها لبنانيا وعربيا ودوليا وبأي شكل من الأشكال. التسجيل الصوتي الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كشف نوايا المرشح عن المقعد السني في البقاع الغربي ورشية عبد الرحيم مراد، وأظهر كيف توعد فيه المفتي خليل الميس في سياق حديث عن النزاع القانوني حول شرعية المؤسسات التي يرأسها والمشيدة على أرض الوقف. تهجم عبد الرحيم مراد على مفتي زحل والبقاع وقبله على رجال الدين وضعه المراقبون في إطار الاستقواء بوهج السلاح غير الشرعي.